خلونا نحاول نعرف هذه التفاصيل من الكاتب السعودي من الرياض السيد صالح الزهراني. مساء الخير يا سيد صالح. مساء الخير سيد الأميس، وأسعد الله مساء جميع مشاهديك الكرام. أهلا بك، لو تشرح للناس ماذا حدث، ما هي لجنة مكافحة الفساد، لماذا الآن، ماذا لدى هذه اللجنة، اشرح لنا بعض التفاصيل بعد إذنك. سيدتي الكريمة، ما حدث ليلة البارحة أنا سميته عاصفة حزم إدارية، تصحيح من أجل سعودية جديدة، سعودية مقبلة على مشاريع كبيرة وعلى تغير هائل وجذري يستدعي أن يجتث الفساد من جذوره. هذه اللجنة طبعا لجنة عليا مكونة من أهم الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية، مثل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، ويرأسها سمو ولي العهد شخصيا. وليس أمام هذه اللجنة أحد يقف أمامها، لا كبير أمامها، لا كبير أمام القانون، ولا كبير أمام مصلحة الوطن العليا. اللجنة يا سيدتي، أنا بالليلة البارحة يعني زي ما بتقولوا بالمصري طار النوم من عيني، يعني ده طار النوم من عيننا كلنا يا سيد صالح، احنا للفجر بنتابع هذه الأخبار. صحيح، يعني أنا لا أصدق ما يرشح من أسماء حتى وإن لم يصدر أمر رسمي، لكن على الأقل الأعداد التي ذكرت، هناك 11 أميرا، وهناك 4 وزراء حاليين، وهناك 38 ما بين وزير ونائب وزير ووكيل وزارة سابق، وهناك رجال أعمال كبار تطالهم يد العدالة وتم إيقافهم وتم تجميد أرصدتهم، وأيضا تم فتح، أيضا هناك إشارة إلى فتح ملفات قديمة، يعني مثلا مثل سيول جدة، نحن الآن داخلون في السنة الثامنة ومع ذلك لم ينجز هذا الملف، وملفات المدن الاقتصادية وملفات بعض المشاريع وملفات ما يسمى بكورونا وغير ذلك من الملفات الكبيرة التي أستطيع أن أقول يعني هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. هي لحظة تاريخية حقيقية سيدة لميس، وأنا أسميها بالربيع البناء. هذا هو الربيع العربي، هذا هو الربيع السعودي، أن تحارب الفساد من الأعماق من أجل أن تهيئ لشعبك حياة كريمة آمنة مطمئنة خالية من الفساد، وأن تحاسب الفاسدين كبيرا كان أو صغيرا. طيب، يعني التفاصيل بقى، يعني الأكثر إثارة بالنسبة للمشاهدين ربما هو إنه مثلا أين هم موجودون هؤلاء الموقوفين، يعني في أنباء إن هم في ريتز كارلتون وإنه تم يعني إخلاء هذا الفندق تماما للتحقيقات مع هؤلاء الأشخاص، وإنه تم إيقاف حركة الطيران الخاص من كل المطارات السعودية كي لا يستطيع أي منهم الهرب. هل بالفعل أيضا تم إيقاف يعني التحفظ على أرصدتهم ومصادرة الأموال؟ يعني قول لنا تفاصيل أكثر سيد صالح لو لديك. طبعا حسب ما رشح من أخبار سيد لميس، إلى الآن لم يصدر أمر رسمي، نعم، ولكن ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المصادر لأن هناك أماكن خصصت سيد صالح الإيقاف في موقعه في مكانه، وهم إلى الآن على العموم، ونقول هذا الكلام احترازا، هم إلى الآن متهمون والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن لا أتوقع أن يتم إيقاف مثل هذه الأسماء الكبيرة إذا لم يكن هناك خيوط أو شبهات فساد. ويتم الآن على العموم يتم الآن التحقيق، الإدانة إلى الآن لم تتم. بالنسبة للطيران الخاص والطيران الملكي، هناك طبعا تحفظ على من يغادر، خاصة بعض الأسماء، وهذا أمر طبيعي في مثل هذه الحالة لأن هناك تحقيقات تجري والأسماء بعضها مرتبط ببعض. وأنا كتبت في مقالي أن فاسدا واحدا من هؤلاء الكبار
من المؤكد أن حوله طابور من الفاسدين في مراكز المال ومراكز الأعمال والبنوك وغير ذلك. طيب، النائب العام السعودي أعلن منذ قليل في بيان إن المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي، مضيفا أن منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة، وأوضح أيضا أن اللجنة بدأت عملها بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي لمكافحة الإرهاب، وأكد أنه طبعا حماية الدولة دولة منصوص عليها بالمادة 16 من النظام الأساسي، يعني بأنهم سيعاملون كأي مواطن، يعني مش أنه مثلا الذي يتم التحقيق معه هو أمير أو وزير سواء حالي أو سابق فسيأخذ معاملة مختلفة، ولكن هو بيقول أن هم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي. هذا أكيد لا كبير أمام السلطات وأمام القضاء في المملكة العربية السعودية. سيدتي الكريمة، قبل فترة كلنا سمعنا عن القصاص من أحد أعضاء الأسرة المالكة عندما قام بالتعدي على أحد الناس وقتلهم، تم القصاص به، وأيضا صدر أمر ملكي بإعفاء وزير وإحالته إلى التحقيق في نص الأمر الملكي. الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره معروف عنه القوة والحزم في الحق، وأيضا سمو الأمير محمد بن سلمان كلنا استمعنا إلى لقائه مع قناة العربية عندما قال سواء كان أميرا أو وزيرا من يثبت تورطه ستتم محاسبته، وطبعا الأمير أو الوزير أو المواطن السعودي العادي هم سواء أمام القضاء وأمام سلطات التحقيق، وبإذن الله ستظهر هذه التحقيقات ستظهر مدى ارتباط هؤلاء بالفساد من عدمه. والمفرح في الأمر أن هناك فعلا بعض القضايا التي تم التأكد منها مثل الصكوك المزورة على ملايين الأمتار، عادت هذه الأراضي إلى أملاك الدولة، وستعود أيضا كل الأموال التي تدور حولها شبهة أيضا إلى صندوق الدولة. وهناك إحصاءات تقول بأن مجموع ما يملكه هؤلاء أو مجموع ما ارتبطوا فيه في عمليات مشبوهة يعادل حوالي 2 تريليون ريال. 2 تريليون، أنا سمعت هذا الرقم، 2 تريليون ريال. وبالفعل وزارة الإعلام السعودية ذكرت أن كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة. نعم، نعم صحيح، لأنه هذا كسب غير مشروع. كسب أتى بطرق ملتوية، بصفقات مشبوهة، بمشاريع وهمية، باستغلال النفوذ وترسية بعض المشاريع. يعني البعض كان يرسي المشروع على شركاته، طبعا هو يستغل نفوذه كونه وزيرا أو كونه وكيل وزارة أو غير ذلك، فيقوم بترسية المشاريع على شركاته أو أبنائه أو أقاربه باستغلال منصبه. كل هذه الأمور نعم صحيح، كل هذه الأمور ستتم مراجعتها. سيدتي الكريمة، نحن أمام عهد جديد، عهد مشرق، عهد يريد أن تصبح السعودية بيئة جاذبة للاستثمار. ما كان يحدث سابقا للأسف، وأقولها بحرقة سيدة لميس، أن السعودية في فترة من الفترات كانت بيئة طاردة للاستثمار، لأن هناك شروطا تفرض ما أنزل الله بها من سلطان من هؤلاء المتنفذين، إما عمولات، إما أن يريدوا عمولات أو رشاوى أو يشاركوا في هذه المشاريع، مما عطل التنمية. وأيضا هناك الفساد الإداري، أيضا هذا الفساد الإداري مهم، يعني مثلا البلديات عندما تمنح الأراضي لهؤلاء المتنفذين وتحرم المواطنين العاديين، هي بهذا الإجراء جعلت هذه الأراضي ترتفع وحرمت المواطن من التملك داخل المدن،
وأرغمته على أن يتملك خارج المدينة بـ30 و40 كيلو متر وغير ذلك. إذن كل هذه بإذن الله ستتم معالجتها من خلال هذه اللجنة التي تملك صلاحيات غير محدودة، وستشكل أيضا هي لجان بحسب الملفات التي تبحثها. بشكرك سيد صالح الزهراني من الرياض، كاتب السعودي.